مبسوط قوي ابقى معاكم، بس نعمل يعني ديل مع بعض. اوكي، انا هحاول اتكلم عربي، بس انا ما اعرفش انتوا فاكرين انا هقول ايه، عشان في مشكله صغيره في الموضوع هنا. انا ما اعرفش عربي، دي مشكله يعني صغيره، بس يعني لما احنا بنتكلم نصلي ان ربنا يتكلم. سو يعني النهارده انا بصلي دي، واكيد ربنا هيتكلم، عشان اكيد ربنا يعرف عربي احسن مني. يلا نبتدي. انا هتكلم النهارده على موضوع حاجه يعني في المخ كلنا، اوكي، وكلنا مش متجوزين. الموضوع على friendship و dating. ما اعرفش dating ايه بالعربي، بس احنا نقول dating النهارده. وانا يعني وانتو كلكم تعرفوا ان الموضوع dating دي حاجه في مخ كل واحد مش متجوز. كل واحد عايز يعرف السؤال، انا هلاقي حد اتجوز منين؟ الاقي بنت منين؟ الاقي ولد منين؟ اروح يعني كونفنشن دي ولا كونفنشن دي؟ بيقولوا كونفنشن هنا احسن من كونفنشن هنا. بسال ابونا هنا ولا ابونا هنا؟ مين هيدي احسن ادفايس؟ هروح للويب سايت الكوبتك ماتش ولا الكوبتك كافيه ولا كوبتك ما اعرفش ايه؟ هروح شهر ايه اروح مصر احسن شهر عشان كلنا عايزين نعرف، اوكي، فين نلاقي واحد عشان نتجوز. في حاجة في الانجليزي اسمها to find the one. اوكي، انا هلخبط عربي وانجليزي على بعض. اوكي، في expression في الانجليزي تلاقي the one. اوكي، or ال whatever it says. So انا عندي good news لكم النهارده. انا هقول لكم فين بالظبط تلاقي the one. في expression تاني في انجليزي Mr. Right ولا Mrs. Right. اوكي، النهارده هقول لكم فين تلاقي Mr. Right ولا Mrs. Right. اكيد الشباب مبسوطين قوي، اوكي، فاكرين انا هجيب بنات هنا. لا، مش هجيب بنات، بس هقول لكم فين تلاقي the one. ready؟ مستعدين؟ اوكي. الله، ربنا is the one، وربنا اهم حد في الديتنج والجواز. عشان اسمع دي كويس، لو انت مش مستعد تبقى متجوز مع ربنا، مش مستعد تتجوز حد. اوكي، قول دي تاني. لو انت مش مستعد تبقى متجوز مع ربنا وهو هيبقى نمبر 1 في حياتك، انت مش ريدي، مش ريدي للجواز 100%. عشان لو انت هتجوز حد من غير ربنا نمبر 1، مش هتنجح. دي هتبقى يعني هتبوظ كل حاجه، هتبوظ حياتك وتبوظ البنت وتبوظ العيال وتبوظ كل حاجه لو ربنا مش نمره 1. فكر لنفسك، اوكي، احنا بنقعد وندور على البنت ولا على الولد، ونروح هنا وهت هنا وكل حته عشان نلاقي واحد او واحده، ونسيب ربنا يعني في الورا كده. اسال نفسك، انت بتقعد
يعني كام شهور، كام سنة، كام I don't know، كام بتدور على بنت وعلى ولد، وكل كل مرة بتلف وتسيب ربنا في الورة. دي اسمها حاجة ما اعرفش بالعربي، بالانجليزي idolatry. Idolatry like to worship other gods. Don't tell me the wrong word. لما حد بيسجد لحد مش ربنا. في العهد القديم كان بيسجدوا على حتة خشب. Okay? دي اسمه idolatry. We worship idols. Okay? لو انت لو الجواز number one وربنا number two دي idolatry. لو انت يعني بتحب وبتدور على الجواز ودي اهم حاجة في حياتك، ربنا بقى في الورا، دي idolatry.